قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية. مفيش كلام في السعودية إلا على المصري اللي كسفنا كلنا وراح ينصب على الناس في الحج وبيقول لهم عامل لكم رحلات حج بأقل الفلوس وبدون تصاريح وكل وهم وبيبيع أساور مزيفة، لكن حظه السيء اتقبض عليه. يا ترى إيه اللي هتعمله السعودية في المصري اللي اتقبض عليه هناك؟ وإزاي الشخص ده كان عايز يغفل السعوديين؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. كل يوم والتاني دلوقتي نسمع عن شخص مصري بيتم القبض عليه في السعودية وكلهم ليهم علاقة بموسم الحج، تحس انهم مستنيين الحج عشان يتقبض عليهم. المهم ان المرة دي اتقبض على واحد واللي هيحصل معاه هيزعله جدا لانه خالف القوانين واللوائح السعودية، تقريبا كده خالف اكتر حاجة السعوديين بينهوا عنها الفترة دي. الامن العام السعودي اعلن من شوية انه تم القبض على شخص مصري لترويجه لحملات حج وهمية وبيعه لأساور حجاج مزيفة غير صحيح على مواقع التواصل الاجتماعي. بكل بساطة خالص الشخص اللي اتقبض عليه ده حب يعمل سبوبة اليومين دول على حساب الناس اللي عايزة تطلع تحج ومعهاش فلوس كافية، فاشتغل في نصبايا كده معروفة هناك في السعودية وفي كتير من الناس بيحاولوا يشتغلوا فيها الفترة دي، وهي انه بيقولوا بيعلن الناس ان اللي عايز يعمل حج بفلوس قليلة هو يقدر يساعده على كده، وفي ناس بتدفع ليه فلوس تقريبا بتكون نص المبلغ الاصلي اللي بيندفع في تأشيرة الحجة القانونية. الفكرة بقى ان الشخص اللي اتقبض عليه المرة دي طلع محترف شوية في مجاله وطلع معاه أساور مزيفة من اللي هي بتتسلم للحجاج دي، والأساور دي يعرفوها الجماعة اللي راحوا الحج الفترة اللي فاتت. الأساور دي أول ما بتوصل السعودية ويكون معاك تأشيرة حج سليمة فهم هناك في السعودية بيسلموك الأساور دي عشان تسهل معاملاتك هناك في السعودية وعشان تبقى معروف هناك وسط الناس والسلطات إنك موجود في السعودية علشان تحج. باختصار خالص الأساور دي بتتسلم للحجاج عشان يتعرف إنهم حجاج وأمورهم تتسهل ويقدروا يدخلوا مكة. نيجي بقى للنقطة المهمة قوي، هو الشخص المصري اللي اتقبض عليه ده هيتعمل فيه ايه؟ ومن الواضح وزي ما نشر موقع الوطن الاخباري فكل واحد هيثبت انه زور في تأشيرة الحج او دعا الناس لتأشيرات حج مزيفة، الناس دي هتدفع غرامة قيمتها 50,000 ريال سعودي، وزيادة على كده هيتعاقب بالحبس المدة توصل لست شهور كاملين، بعد كده هيترحل على بلده عدل وهيتمنع انه يدخل المملكة العربية السعودية تاني لمدة 10 سنين، يعني تقريبا هيكون عمره راح اصلا ولا يفكر يروح اي مكان. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض حكاية الشخص اللي حب ينصب على السعوديين ويبيع تأشيرات حج وهمية وكمان طلع معاه أساور مزورة للحجاج، وفي نفس الوقت عرفنا السلطات السعودية هتعمل معاه ايه، هي الغرامة الكبيرة والحبس لمدة 6 شهور وبعدها هترحله على بلده وما يدخلش السعودية تاني.